اول حاجه نحن تلامذة اليوم كيف بطنا بطنا عندنا مطالب شرعيه بطنا بين عمرنا بطنا زادوا ولا بطنا طالب زيادة في الشهريه ولا طلبنا بطنا على مطلب دعم. احنا اليوم امبارح صار اجتماع مع كل الجمعيات التمهيديه وبعض اللجان التمهيديه وبعض المستقلين تفهمنا الكل مع بعضنا على انه هبطنا البيان بتاعنا هو موجود طبعا العالميين هبطنا البيان اللي نهار الجمعه ان شاء الله باش تكون فما مسيره كبيره وضرب وطني يكون في تونس الكل على حكايه 25% اللي هي اخترنا بها الوزير واخترنا بها التلامذه الكل واللي هي قانونيا ما تجيش لانه تعليم وزاره التعليم بالتاريخ بتاعها نهار 15 سبتمبر بصورة ما هبط قرار بل يتطبق العام هذا اذا كان واش اذا كان هبط بعدها ما عادش يتطبق. فنحن نستغرب كيفاش الوزير يجي في وقت 15 يوم بعد المسلسل والوفاه والناس محضره الروائح على 25 يجي ماكو يعطينا قرار ويهبط في الرائد الرسمي بالطريقه هذه بطريقه تعسفيه وطريقه انه قدر بها التلامذه الكل ما تساعدناش احنا كتلامذه. احنا مطالبنا كانت واضحه انها اما المنظومه هذه تتصلح ونهبوا اللي في الاصل ان هي ما تطبقش على السنه الجايه تطبق خير العام الجاي لانه قانونيا شرعيا وحتى عرفيا ما تصير والعمر صارت في وزاره التربيه انه يطبق قانون التفرد في وسط العام قانون التفرد في وسط العام ويطبق في نفس العام هذه ما عمرها ما صارت والعمرها باش تصير. احنا طلبنا واضحه يصير طلب لها بانه يتراجع عن القرار اللي خذاه ان شاء الله غدوا باش تكون عندنا مسيره كما قلت مسيره في نهار الجمعه. مثل نطلب من كل التلامذه وكل المربين وكل الاساتذه وكل المتفقدين وكل من هم يهمهم جانب التلميذ انهم يلتحقوا بنا غدوه في مطالبنا اللي هي مطالب شرعيه واضحه وضوح الشمس اللي نحن نحبه المنظومه هذه ما تطبقش على الاسلام. اول حاجه اثنين اللي يحب يصلح والعمر بده يصلح من فوق يصلح من اللوطه ويصلح بشوي بشوي ما يجيش في ليله ونهار يفرض السيزيام ويفرض النيفيام ويريح الباك ناحيه فرنسان ويناحي كل شيء يعمل لنا حتى الباك على القرارات اللي خذاها قرارات تعجيزيه قرارات تاع شمات لانه يعني الناس متشمته بالتلميذ يعني شنو اللي الباك اللي الفاك تعبت واللي مواد الشغل وا 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 وا, وا, وا. هذه لغه كلها لغه فارغه كلها تجربه التلميذ. نحن مطالبنا واضحه انه يصلحوا المنظومه هذه وان المنظومه هذه والعمر ما لازمهاش تطبق على سنه جمله بالمنطق ما تصيرش الحكايه وحتى اذا كان مش تطبق العام الجاي الا العام اللي بعده ما تصيرش بالطريقه هذه انه هو يصلح سيزيام يصلح النيفيام بعد يصلوا التلامذه بالرسمي ناس واعيه ناس مثقفه ناس مريقله.